الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وأحكمه وأنزل الكتاب وأحكمه ووضع البيت وحرمه وخلق النحل وفهمه ونادى موسى وكلمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه ووهب سليمان ملكه وفهمه الحمد لله الحمد لله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبحان الذي أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله ومن أصدق من
من الله حديثا. قل صدق الله، قل صدق الله، ومن أصدق من الله وأوفى. قل صدق الله وصدق رسوله الكريم. قل صدق الله وصدق رسوله الكريم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك الله، نستغفرك الله، نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. لا ملجأ ولا ملتجى لنا منك إلا إليك. اللهم احفظنا من عذاب النار، اللهم احفظنا من عذاب النار، اللهم احفظنا من فتنة الدجال، اللهم احفظنا من فتنة الدجال، اللهم احفظنا من عذاب القبر، اللهم احفظنا من عذاب القبر، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم كن لهم ومعهم وقوهم، وصبرهم على مصيبتهم، اللهم صبرهم على مصيبتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، يا جبار السماوات والأراضين، يا جبار السماوات والأراضين. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، فهذا دعاؤنا لإخواننا المستضعفين، فهذا دعاؤنا لإخواننا المستضعفين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. يا مولانا، يا مولانا، اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا، اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا، اللهم لك الحمد أنك بلغتنا رمضان، اللهم لك الحمد أنك بلغتنا رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.